احكي لي جديد. نعم احكي لي جديد. شنو انا اليوم قال لك الخطه مالك؟ انا اليوم رايي انه وزاره الكهرباء لازم توزع الدواء مال الحساسيه للمواطن العراقي مال حصبه من كثر الحر اللي صار بيه. يعني انا استاذ احمد هسالك احنا سؤال، احنا نريد مر الشعار. هسالك سؤال، انتم اليوم وزاره الله يحفظك عندك اولاد، بس خلني اكمل. اولادك يتزوجون هسه مسكتوني يا رجال. واحد قام ما يكفيك الطابق الواحد اللي تسكنهم قام ما يكفيك، تريد تفكر تبني طابق ثاني صح؟ طابق الثاني لازم اجيك ورا اسبوع اقول لك وين الطابق الثاني؟ يغير تريد تشتغل. شلون تخلفتك صارت قدامك 60 واحد ورا ما صاروا 60، تفكر بخلفتك شلون تاسس؟ انا ما مشتغل صح. انت من هي المره تكون من هي حامل افكر بغرفه للطفل. انت جاي خليه يوصل للجامعه. اقول لك ما مشتغل صح. انا افكر شلون اسوي. اقول لك ما مشتغل صح يساعد على ذلك انه مقومات ما. خليني اوضح لك استاذ احمد اكو امور يمكن استاذ محمد لازم يعرفها. انتم ميزانيتكم هاي السنه 18 تريليون و770 مليار دينار عراقي، واعتقد 285 كسور صح لو غلطان انا استاذ؟ بعد لسه ما قررت هسه هاي ميزانيتكم لو انا غلطان. ما مستلميها؟ ما قررت اصلا. يعني استلمتوا لو ما استلمتوا؟ لا شو استلمتوا؟ ما قررت اصلا بعد. يعني اذا هي قررت هاي الفلوس وين راحت؟ لا مال ذيك السنه السابقه. لا مال هاي ذيك 14 4 هاي 18 رحم الله قررت الموازنه. يعني راح تنتهي السنه الفلوس وين تروح؟ استاذ قررت الموازنه ما يخالف ما قررت. انتم شو بتعطوكم اياها وين راح تصرفون؟ انتم شو ماشيين امورك؟ قعد على بالك يعطونا اياهن. يعني مثلا اذا قرون مثلا بالعاشر وبال11 ما يعطوهن؟ لا جاي يعطون واحد على 12. وين يروحن؟ واحد على 12 ممكن تقول لي وين يروحن؟ يرجعن. المن يرجع خزينة الدولة. ما سمعنا في اليوم الدولة قالت رجعت لنا من الكهرباء. إلا المشاريع المستمرة. والله ما أعرف. إلا المشاريع المستمرة. أنا مواطن ما أعرف.